صف ثاني إعدادي صباحي، مراجعة استعداد لاختبار سبتمبر. نعمل شير مازن. ماشي، بقينا كده احنا، انتوا كده 6. تمام، يلا نبدأ. هكتب السؤال وكالعادة بالدور، أي حد مش فاهم أي حاجة يقول. تمام، ديت يعتبر ليلة المراجعة، يعني يا ريت كل سؤال يبقى مفهوم. تمام، الامتحان هيبقى الأسئلة نفس النمط ده بالظبط. تمام، تمام يمس. يلا بسم الله. ماشي، هو في صفحة في الكتاب مثلا نفتحها؟ لا لا لا، خليكم معايا. تمام يمس. لو قلت الجذر التكعيبي 44 على 27، وفي هنا رقم صحيح الثلاثة، نبتدي ب20. يلا يا شوشو، تمام ماشي، هرفع الكسر. هضرب يلا ثلاثة حبيبتي. في سبعة وعشرين. هضرب ثلاثة في سبعة وعشرين زائد الأربعة وأربعين. طيب هتبقى كام؟ 3 في 27 بواحد وثمانين. واحد اه وثمانين، 81 زائد الأربعة وأربعين 125. بتاعي تمام، 125. هتساوي جذر التكعيبي 125 على 27. هنطلع هتساوي الجذر، كام؟ ال 125 هتساوي 5، وال27 هتساوي 3، تبقى 5 على 3. شكرا، الكل فاهمها؟ مس، هو احنا هنضرب نعم، 44 في 3 صح؟ التلاتة في 27، وبعدين الناتج ضربهم نجمعه على 44. يعني ايه؟ دي بالظبط زي ما كنا بنعمل زمان، لما اقول لك 2 و3 على الخمسة، فاحنا بنعمل ايه؟ بنقول 2 في 5 ب10، 10 زائد 3 13 على نفس المقام 5. صح، رفعنا الكسر. تمام، دي خطوات رفع الكسر، يبقى 2 في 5 ب10، 10 زائد 3 13 على 5. تمام تمام يمس. ماشي، يلا يا تقى. لو قلت لك الجذر التكعيبي ل64 ناقص الجذر التربيعي ل16 بكام؟ يلا تقف. معلش بس كنت بحاول اقول لك. ماشي، اول حاجه يا مس، هنقول ال 64 قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الاول هنجيب جذر ال 64. ثانيه الجذر التكعيبي لل64 بكام؟ ثانيه هيبقى ب 4 تمام، ناقص جذر الجذر 16، التربيعي لل16. جذر التربيع لل16 4 برضه ماشي، يبقى الناتج كام؟ صفر. شكرا، الكل فاهمها؟ تمام يا مازن. طيب أولا اي كلكم بتعرفوا تجيبوا الجذر التكعيبي، شفت؟ الجذر التربيعي هيطلع لك الجذر التكعيبي. طب احنا تمام، عايزين نستخدم الآلة. أو استخدميها، مش هتستخدميها ليه؟ حقك استخدميها. ماشي، يعني يبقى الجذر التكعيبي ل64 هنجيبه بالآلة ب4، ناقص الجذر التربيعي ل16 ب4. بس انا عاوزاكم برضو تستخدموا مخكم، تستخدموا الآلة امتى؟ عشان تتأكدوا من حل المسألة. تمام، تمام يمس. نخش على اللي بعده. رودي، انا عاوزة معايا عدد غير نسبي، نسبي غير نسبي محصور بين الثلاثة والأربعة، هتحلها ازاي يا اختيارات. رودي؟ مش عايزة اختيارات، أنا عاوزاكي أكمل، بس هو في الامتحان هيبقى في اختيارات، أنا عاوزاكي دلوقتي عاوزة طريقة الحل. ده حل في الشات ولا؟
تمام، هنقول اللي عاوز يديني الإجابة في الشات يديني الإجابة في الشات. ماشي. أول حاجة جذر التلاتة سبعين. برافو ثانية أفكر برافو يا فيها. ماسي، فكري. ماشي، هي دي سالب 3 ولا 3؟ لا، 3 و4. هنبدأ من أنا أول عاوزة جذر، بين جذر جذر. 9 وجذر أيوه 16. أيوه ما بين جذر 9 والجذر 16. برافو. طيب هاتي لي بقى أي عدد غير نسبي محصور ما بينهم. ثواني، أي عدد، أي عدد هي عدد غير نسبي، غير نسبي. جذر ها، 10. شكرا. الكل عارف زميلكم عملت ايه. يا مس، تمام ماشي. هسألكوا سؤال، المحايد الجمعي ايه هو العنصر المحايد الجمعي؟ الصفر الصفر طيب والمحايد الضربي؟ الواحد الواحد. تمام. طيب نراجع كده برضو على الايه، على الفترات والجزئية وليست جزئية احنا وينتمي. قاعدين دلوقتي بس. جيت لك على الجرح قوي. 20. ماشي. والله طيب مين اللي عليه الدور؟ فاطمة. يلا يا فاطمة. مع حضرتك يا مس. يلا حبيبتي، هتحطي ما بين المجموعة 2 و3 والفترة 1 ل5 علامة ايه؟ ينتمي، لا تنتمي، جزئية، ليست جزئية. لا يا مازن. جزئية. جزئية. الله ينور عليك. أولا ليه ما اخترتيش ينتمي أو لا تنتمي؟ لأن هي في قوس مجموعة قوس اتنين مجموعة وتلاتة. يعني دي، أيوة يعني العلاقة ما بين مجموعتين صح؟ دي مجموعة ودي مجموعة. طيب ينتمي دي بنحطها إمتى؟ لما بتبقى عنصر ومجموعة، يعني التسعة والمجموعة 3 و9 نقول دي ينتمي. تمام. طيب ايه تاني؟ ماشي شكرا يا بطل. اللي بعده ريموندا. تمام. المجموعة اللي فيها المحايد الضربي واتنين والفترة 0 و2 هيبقى ايه العلاقة ما بينهم يا رموندا؟ جزئية. برافو. جبتها ازاي؟ المحايد الضربي واحد موجود في القوس بين صفر واتنين، والاتنين تمام موجود. تمام الكل فاهم؟ هو طيب لو حد مش فاهم، لا لو الامتحان جاي ايه؟ كده انا هحله في 5 دقايق. ماشي مستنية. ماشي. تعالوا نشوف دي الدور على مين. مازن. يلا يا ميزو. نعم يا مس. جذر التلت زائد جذر تلت. طيب 2 جزء تلت يا مس. تمام. 2 جذر تلت. هتسيبها كده يا ميزو. لا يمس خلاص، هو الجذر جد بدخلها بأربعة بس. هتبقى مش هتبقى سامعة يا ميزو مس والله. أدخلها مس أدخل 2 جوه الجذر يا مس بأربعة. تمام، يبقى 4 على 3. ممكن تخلي لي شكلها أحلى من كده أكتر؟ أما لو خليها أحسن من 4 على 3 مش هتبقى مش واحد و طب ينفع هتبقى توزع لي الجذر دوت على البسط والمقام؟
اميزو نعم يا مش دي ممكن تقسم لي او توزع لي الجذر لسه على مش البسط فاهمة. والمقام؟ حاضر هعيدها عيني، حاضر يعني اقدر اقول جذر لا اربعة يا مش على انا جذر، فاهمه المساله كلها لحد ما انت دخلتي الاثنين بقت باربعه. انا مش فاهمه بقى ايه ما احنا عايزين اربعه نحسن من شكلها، فيها مشكلة لو الاتنين دخلت تحت الجذر. لا ماشي انا معاك هتبقى باربعه ده تربيه تبقى باربعه، لكن بقى مش فاهمه ماشي يبقى مكان مش فاهمة ايه؟ مكانها بقى يبقى فين فين مع التلت. ما هي لما تدخل هتدخل في البسط، لو عايزة تحطها هنا. طب ما مش هتطلع من اضربيها هنا بقى على بسط جذر في بسط. ثلاثة؟ ممكن استنوا بس استنوا بس، هقول لكم على حاجة حلوة خالص خالص خالص. لو المسألة دي قدامكم جذر أربعة على جذر ثلاثة، هتعمل إيه يا مازن؟ أعمل يا مس الجذر الأربعة يبقى باتنين، ماشي، والمقام مقام كده بس بقى مش زي ما هو هتدخلها بس. نضرب في المرافق. برافو، ها يعني هتضرب في هنضرب كام على كام؟ جذر 3 على جذر 3. معايا ميزو؟ بص يا مازن، بص يا مازن، احنا اتفقنا ان احنا مش بنحب جذر في المقام، فعشان نتخلص منه نعمل ايه؟ نضرب في جذر نضرب 3 في على المرافق. جذر 3. ماشي تمام يا مس. ماشي. بعد كده اتنين جذر بسط تلاتة يا في مس. بسط، ماشي دي هتبقى 3. طب والبسط؟ البسط يا مس جذر الأربعة بجذر تلاتة، جذر الأربعة يا مس هيبقى باتنين، وجذر تلاتة هيفضل ماشي زي ما هو فيبقى اتنين جذر يبقى تلاتة. شكرا. هعيدها تاني. ايه ده، هو اصلا الآلة طلعتها لي كده الناتج على طول بدون ما اضرب ايوه في المرافقين. ايوه ما هي مش الآلة، لكن احنا عاوزين خطوات، ما هي الآلة تمام. طبيعة تطلع لك كده. ماشي تعالوا نشوفها. واحدة واحدة، عندي جذر تلت زائد جذر تلت يبقى بكام؟ برتقانة زائد برتقانة يبقى 2 برتقانة. خلاص ماشي، ممكن نخلي الاتنين دي بره. طيب ممكن نوزع الجذر دوت على البسط والمقام؟ ممكن. يبقى الاتنين دي تنزل في جذر 1 على جذر 3. تمام تمام ولا مش تمام؟ لا تمام. ماشي، جذر الواحد بكام؟ اعملوه بالآلة بواحد هيطلع واحد كام؟ واحد بواحد. ماشي همسح بس السطر اللي فوق ونكمل. يبقى انا عندي الاتنين اهي بتنزل في جذر الواحد بواحد على كام؟ جذر 3. على ثلاثة. طيب هنضرب في ايه؟ هنضرب الاتنين في الواحد يا مسا تطلع باتنين، وهننزل جذر تلاتة زي ما هو. ماشي انا مش عايزه جذر في المقام، عشان اتخلص من الجذر في المقام اعمل ايه؟ مرافق اضرب في ايه يا مازن؟ في العدد المرافق اللي يمس. ماشي يعني هتضرب في جذر 3 على جذر 3. ماشي كويس. ماشي، يلا يا مازن اضرب لي بقى بسط في بسط في بسط ومقام في مقام. ايه مش اتنين في واحد باتنين يا مش، واتنين في جذر تلاتة يبقى اتنين جذر تلاتة، وجذر تلاتة في جذر تلاتة يساوي تلاتة. شكرا. ريموندا معايا؟ ما حضرتك يعني فاهماها؟ اي أعيد حاجة من اللي فات يا ريموندا؟ لا ماشي تمام. نخش على اللي بعده؟ بس هو مثلا طيب لو كتبتها 4 على 3 هتطلع غلط، يعني انا لو كتبتها في الامتحان 4 على 3 حضرتك هتحسبها لي غلط. 4 على جذر 3 قصدك؟ هتضايق الدرجة بس يعني ايه، عارفة هبقى يعني ايه خسرت زعلانة الدرس اللي انا شرحته لك، فاهمة؟ امال تمام مديك الدرس ليه؟ تمام يبس. ماشي، فيعني ايه ما تجيبوليش جذر في مقام، ما تجيبوليش جذر في مقام. ماشي
تمام ماشي. بس لو كتبناها تطلع صح. والله على حسب مزاج اللي بيصحح، على حسب نموذج الإجابة بتاع آخر السنة، فاهمة؟ بس يعني احنا شارحين لك الدرس، فيعني تحط لنا جذر في المقام ليه؟ ليه؟ يلا الدور على مين؟ على شيرين بقى، هنبدأ دور من أول. بص يا تمام. شيرين، أنت مرزقة. ليه بقى؟ عشان السؤال بتاع الفقرات بيقول يا ربي. الألف ب سالب ما لا نهاية لتلاتة مفتوح، الباء ب سالب اتنين وخمسة مقفولة. فبيقول أوجد مستعينا بخط الأعداد ألف تمام. تقاطع الباء، يعني استنى اكتبها كده بالأحمر على جنب، ألف تقاطع الباء، وعاوز الفترة برضو ب، المفتوحة دي وحشة. ماشي، الألف تقاطع الباء والب فرق الألف. يلا كله بقى يقفل المايكات وشوف شيرين هتعمل ايه. يلا تمام. يا شوشو، أنا رسمت خط الأعداد عندي. ماشي هرسمه انا كمان عندي اهو. يلا مليني، هتبقى ايه في تمام. الخط الاعداد؟ هبدأ بـ3 كمانها مفتوحة، فتبقى دايرة بس إيه، مش مغلقة. ماشي. طب وسالب و نهاية، سالب ما لا نهاية سالب اعمله نهاية، يمين ولا شمال؟ لا هعمله شمال. شمال. يعني اقدر اقول ان الالف، لما نغير بقى في الالوان بقى ونشكل، تمام كده شيرين؟ تمام يا مستر، ده كده ماشي، اعمل هنا الالف الاثنين. عشان ما انساش. بس انت حطيت ايه؟ عملها سلبت ثلاثة ليه؟ اه صح، دي ثلاثة. ماشي تمام، تمام يبقى يا كده مستر. الفترة سالب ما لا نهاية لتلاتة. يلا عشرين كملي. التانية هتبقى سالب 2 مغلقة، يعني هتبقى دايرة كده بس ايه، بس من جوه. ماشي، السالب اتنين فين؟ سالب الاثنين يعني ثانية يمين بس، ولا شمال التلاتة؟ لا شمال الثلاثة. تمام، ده مش باين الأصفر، نخليه أسود. لا لون حلو، لون حلو. ماشي يلا، سالب اتنين وكام وخمسة، فين الخمسة؟ الـ5 اهي هنا كده. ماشي. ها الفترة بقى هتبقى مقفولة ولا مفتوحة؟ الدايرة لا مقفولة ولا مفتوحة؟ هتبقى مغلقة. الاتنين. ماشي ماشي يا ميزو، بس أظن عملت حاجة غلط أصلا في المسألة، الإجابة غلط اللي هو الترتيب. يعني انت عامله على خط الاعداد. خدوا بالكو، لا لا لازم الترتيب يبقى صح عملت على خط الكبير مكان الاعداد. الصغير. لا، لما تبتدي الفتره ابتدي بالصغير الاول، ماشي؟ بس أنا والسالب ما لا، والسالب ما لا نهايه دايما دايما هي الاول، لان طبعا يعتبر ده اصغر حاجه. ماشي يلا تمام يا شيرين، معاكي انا شوية. عاوزه بقى، عاوزه الف تقاطع الباء. ألف دايما سيبها، تقاطع، موجود هنا وموجود هنا. اه لا ده كده المشترك، الفرق التقاطع ده المشترك المشترك ما بينهم. ايه؟ اه التقاطع يعني مشترك ما بينهم. انت عندك اهي الالف، الالف اهو والب اهي، ها فين بقى الجزء التلاتة، المشترك؟ التلاتة، اه التلاتة وسالب 2. ماشي، يعني الجزء ده صح كده. هبدأ طيب لما بالسالب 2 تيجي، الأول عشان ماشي، مقفولة بقى ولا مفتوحة؟ لا هي تبقى مقفولة. مقفولة ها مقفولة، يبقى سالب اتنين مقفولة، ها والتلاتة التلاتة مفتوحة. مفتوحة، بس كده. شكرا الله أنا مبسوطة. الحمد لله. يلا الباقي بقى، كل فاهم زميلكم عملت ايه؟ أيوة يا مس، ولا اشرحها تاني؟ تقى فاهمة؟ فاهمة يا مس، رودي أيوة يا مس، فاهمة يا رودي؟ أيوة. فاطمة فاهمة؟ فاهمة يا مس، ريموندا، فاهمة يا مس، مازن، تمام؟ حلتها معاك. ماشي. طيب تاني مطلوب ايه؟ عاوز ب فرق الألف، ب
فرق الألف. يلا تقع. فرق دي اللي هو موجود هنا ومش موجود هنا. أيوه بالظبط كده. ماشي، ب فرق الألف. طب تمام ثواني بس عشان أنا إيه، ثواني ثواني حبيبتي، أعمل بس معاك. خط الأعداد. قطع عدد جديد. أنا مسحت أصلي فهضطر إن أنا أعمله تاني، بس هعمله بسرعة يعني. ما فيش مشكلة. بس ثلاثة مفتوحة أهو، وسالب ما لا نهاية دي الألف، والباء من سالب اتنين لخمسة، أهو من سالب اتنين لخمسة. خلاص، اللي إيه موجود بقى اللي موجود في الباء مش موجود في الألف؟ في الباء مش موجود في الألف. سالب اتنين. ما سالب اتنين فوق هي حولة. ثانية بس، مش اللي مش حضرتك بتقولي اللي موجود في الباء مش موجود في الألف؟ ايوه تمام. ما السالب. تصدقي صدقت. موجود في الباء. الخمسة والأربعة. ماشي. هو في حاجة اسمها كده؟ انا عاوزاها فترات. فترة. تمام، من خمسة إلى ثلاثة. ايوه ماشي يا ميزو. طيب مقفولة بقى ولا مفتوحة؟ الخمسة مقفولة تمام. والتلاتة والتلاتة مفتوحة. بس ركزي، هي أصلا مفتوحة في الألف، يعني مش موجودة في الألف، يبقى يعني الفط. ها نقفلها. نقفلها، ما كانتش مفتوحة تبقى مقفولة. واحدة 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 واحدة. دلوقتي هو عايز إيه؟ عاوز ب فرق الألف، يعني إيه اللي موجود؟ لا مقفولة يا ميزو. ليه بقى؟ تمام. ليه قلت التلاتة مقفولة؟ لأن أصلا الألف أهي التلاتة فيها مفتوحة، يعني التلاتة يعني مش مش موجودة، موجود. يعني الفترة بتاعت الألف من سالب ما لا نهاية لحد التلاتة، بس التلاتة مش معانا، يعني هي هتاخد من بعد التلاتة على طول، يعني التلاتة مش موجودة في الألف. طيب بس التلاتة موجودة في الباء، يبقى اللي موجود في الباء مش موجود في الألف من أول التلاتة لحد الخمسة مقفولة. تمام. بس الكل فاهمها ولا عيدها تاني؟ تعمل لا حاجة. تمام ماشي. انتوا عارفين بقى لو الألف كانت بدل التلاتة المفتوحة دي مقفولة؟ كان هنبقى خمسة أربعة. لا ما تقوليش أربعة، ما تقوليش أربعة، أنا مش باخد أرقام صحيحة بس، ده أنا بقول من أول التلاتة، يعني إيه؟ تلاتة وربع، تلاتة ونص، تلاتة خمسة وسبعين، وفي كم هائل من الأعداد ما بينهم، فأنت ما يبقاش نظرتك إن تلاتة أربعة خمسة بس، لا أنت خلاص أخدت الأعداد الغير نسبية. ايوه، فهمتيها؟ فما يعني تقوليليش أربعة. لان لو كانت التلاتة مفتوحة، لو كانت التلاتة مقفولة قصدي، كنا هنقول ان الخمسة مقفولة والتلاتة مفتوحة، صح كده؟ تمام؟ تمام. الكل فاهمها؟ يس. ماشي. نخش بقى على الايه؟ على الأعداد المرافقة ولا لا اختصارات بقى؟ لو نختصر. كانت فرق ألف فرق بقى هي مش هتبقى سالب ما لا نهاية، ما لا نهاية مفتوحة وسالب تلاتة. لحد مين؟ بص زميلكم بيقول ايه؟ سالب بص نهاية بص مفتوحة زميلكم. وسالب تلاتة. سالب تلاتة؟ طب هي أصلا بداية الباء من سالب اتنين، من سالب اتنين. فاهمني يا مازن؟ الباء من أول سالب اتنين. طيب يبقى الألف زايدة عن الباء بالحتة دي. طب الحتة دي من أول ايه لإيه؟ من اول يا مس سالب تلاتة لحد سالب ما لا نهاية. دي سالب اتنين، دي سالب اتنين. ليه ليه دي؟ ليه تلاتة؟ ليه تلاتة؟ سالب تلاتة، سالب مش تلاتة. سالب تلاتة، أنا كنت لسه بقول لزميلتك، ما في سالب اتنين هنا وفي سالب تلاتة هنا، ما بين السالب اتنين والسالب تلاتة عدد لا نهائي من تبقى الأعداد. سالب اتنين مفتوحة يا مس. أيوه الله ينور عليك، يبقى من سالب ما لا نهاية لسالب اتنين مفتوحة. تمام؟ حلوة يا ميزو. بس يلا. نعم. لو كانت نفس السؤال ده بس كان اتحاد، كنا هنقول سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية مفتوحة وخمسة مغلقة. الاتحاد جدع شاطر. تعال نشوف بقى السؤال بتاع الاختصارات مش اللي معلش انتوا مش بتحبوه.
نعم حبيبتي. ممكن تكتبي لي اللي هي الاتحاد بالبتاع ده عشان اكتبهم في الكراسة، عشان مش حافظاهم قوي. الاتحاد ده يعني كل العناصر. طب استنوا، تعالوا نرسم خط الأعداد. المسألة دي نفسها تعالوا نرسمها تاني. هي كانت ايه؟ من سالب ما لا نهاية لثلاثة، أيوة وكانت مفتوحة صح كده؟ دي الألف. والباء كانت ايه؟ من سالب اتنين بس مقفولة لحد والخمسة الخمسة مقفولة برضه. مقفولة، ودي الباء. طيب تعالوا نشوف. واحدة واحدة، لو عاوزين الاتحاد هيبقى ايه؟ اللي هيبقى موجود مش هنا خمسة أو سالب ما النهاية مفتوحة خمسة. النهاية مفتوحة دايما وخمسة. خد بالك، سالب السالب تمام، سالب ما لا نهاية دايما مفتوحة، هي والما لا نهاية، سواء سالب ما لا نهاية أو موجب ما لا نهاية، الاتنين مفتوحين تمام. أنا بسأل يا ولو بنت هنبتدي فرق سؤالهم اللي هو الاتحاد ده اللي فوق ولا اللي تحت كده يعني؟ لفوق، الاتحاد ألف اتحاد باء بيساوي ايه؟ سالب ما لا نهاية لحد الخمسة مقفولة تمام؟ تمام يمس. طيب والألف تقاطع الباء، يبقى أنا عاوزة الإيه؟ المشترك بس. طيب المشترك ثلاثة فين؟ ده الجزء ده، الجزء ده. سالب اثنين طيب ثلاثة بالظبط، سالب اتنين بس هنا مقفولة، تبقى سالب اتنين، والتلاتة بس بس ثلاثة التلاتة هتبقى مفتوح إيه؟ مفتوح. بالظبط كده تمام كده؟ تمام يمس. ماشي والرقم خلاص. ده بقى الاتحاد هناخد الفرق بس، خلاص الاتحاد والتقاطع تمام يمس. ماشي. اللي مش فاهم يقول. طيب لما نقول الب فرق الالف، يعني ايه الب فرق الالف؟ يعني ايه الحاجات اللي موجوده في الب زايده عن الحاجات اللي موجوده في الالف؟ طيب احنا هنا اهو من اول هنا وبالظبط، خمسة وثلاثة ايوه من الثلاثه للخمسه، بس الثلاثه هتبقى ايه؟ مفتوحة مفتوحة ليه؟ ومقفولة. أنا عاوزة الحاجة اللي موجودة في البيت. ما هي الألف، مقفولة. الألف التلاتة فيها مفتوحة، التلاتة دي مفتوحة في الألف، يعني التلاتة مش موجودة في الألف، تمام. التلاتة مش موجودة في الألف. فأنا لما أقول إيه الحاجة اللي موجودة في البيت مش موجودة في الألف، يبقى هبتدي من أول التلاتة لحد الخمسة. You understand؟ Yes. ماشي. يبقى التلاتة أهي مقفولة لحد الخمسة. طيب الألف فرق الب هيبقى بإيه؟ إيه اللي سالب موجود في الألف مش موجود في الب؟ سالب اتنين وسالب ما لا نهاية. الألف دي سالحة لحد السالب ما لا نهاية، دي ماشية لحد السالب ما لا نهاية. ها من فكروا فيها وقولوا. سالب ما لا نهاية سالب اتنين. ماشي، سالب اتنين مفتوحة ولا مقفولة؟ لا هتبقى هي مفتوحة كانت مغلقة. مقفولة. ايوه مفتوحة ايوه مفتوحة، ما دام كانت مقفولة نفتحها احنا، يبقى سالب ما لا نهاية للسالب اتنين مفتوحة، لأن السالب اتنين موجودة في الباء موجودة. فايه الحاجات اللي موجودة في الألف مش موجودة في الباء؟ من بعد السالب اتنين، من بعد السالب اتنين تمام كده المسألة دي؟ تمام يمس. طيب ماشي. مين اللي عليه الدور؟ انا كنت لسه قايله اللي هي بتاعت انا بتاعت الفترات. وانا قلت وتقى قالت، يبقى يبقى الدش لودي. اختصر دي اختصر ليه كده كل ده عشان بحبك. وانا يمس برضه. طب يلا يا رودي. أي. بص يا رودي، بص يا رودي، عشان ايه نبقى على نور، يعني دي جذر تربيعي، فاحنا نعمل ايه في الجذر التربيعي؟ هنطلع نشوف النتيجة. رقمين،
ايوه نشوف رقمين حاصل ضربهم، الرقم اللي عندي تحت الجذر ده بس اقدر اجيب لهم الجذر التربيعي. تمام تمام. طيب لو تمام كان الجذر تكعيبي، هي مش معانا الجذر التكعيبي، بس لو جذر تكعيبي هنشوف رقمين يتضربوا في بعض يدونا الرقم اللي تحت الجذر، بس ينفع اجيب لواحد منهم الجذر التكعيبي ليه؟ فهمتوا؟ ايوه يعني مثلا هقول لكم على حاجه، ما هي حصه مراجعه بقى. يلا لو قلت الجذر التكعيبي ل 54، هي ال 54 كام في كام؟ 54 ال 54. لا هو يا مس، هو ده تكعيب ولا ده تربيع؟ تكعيب. التكعيب هتبقى جذر الاثنين في جذر 27. جدعة، بصوا زميلتكم قالت اما ايه، في دي الجذر التربيع التكعيبي. فيبقى جذر 27 في جذر الاثنين. علشان ليه قالت ال الجذر 54 التكعيبي التكعيب 27؟ كان ب3، عشان بتقبل عشان هي ال3 ايوه بتقبل ب3. بالظبط كده، خلاص دي الجذر التكعيبي ال 54. طب اللي عندي في المسألة ايه؟ الجذر التربيعي ال 54. يختلف. يلا بقى، يلا يا رودي. مس، هو هيجي جذر تربيع وجذر تكعيب في الامتحان؟ لا التربيعي بس. تربيعي بس. التكعيبي هيبقى الحاجات الخفيفة، يعني الجذر التكعيبي 64، حاجات خفيفة، مش مسائل اللي هي الدرس بتاع العمليات على الجذور التكعيبية. لا طمنتنا عشان يا احنا مس. خدنا الجذور التكعيبية في أول السنة، ساعة حجم المكعب والكلام ده، ذكريات من زمن فات. هي مش فاكرين 18 الكلام طلع ده؟ معايا، مس 18 طلع معايا 3 جذر 2. 3 جذر 2 انت طلعتيها على طول. طب انا عاوزه خطوات. طيب انا عاوزاكي تقولي لي ال 18 دي كام في كام؟ ال18 كام في كام يديني 18؟ بس، في واحدة بتلخبط، بس هي واحدة بس اللي بتفتكر، ساي بس برضه حلوة. يا بس أقول الأرقام اللي هي العادية دي، قولي الأرقام العادية، 18 كام في كام؟ ده 18. جذر 9. 9 في كام؟ ده 18. ثواني، جذر 9 في جذر 36. في 2، 9 في 2 ب 18. مش احنا بنشوف رقمين حاصل ضربهم ال 18 صح، ويبقى في الرقمين دول أنا عملت واحد حاجة تانية، اقدر اجيب له الجذر التربيعي؟ أنا عملت حاجة تانية. ماشي انا عارفه. تمام. طيب اديك عرفت اهو، شوفي لي بقى الجذر 54 هتعملي فيه ايه. تساين جزل 54 برضه هتبقى، هو لازم في 2. يعني ايه لازم في 2؟ يعني ايه قصدك في 2؟ تساين، بس المرة اللي فاتت احنا ضربنا 9 في 2 ب 18، ولا انت عارفه ليه نقول جذر 2؟ نبص الاول في المساله كده اهو، يبقى عندنا ايه سنه قوه ملاحظه، هنبص مين اصغر رقم موجود تحت الجذر، هنلاقي جذر 2، فغالبا غالبا بس مش اكيد غالبا هنجيب ال 18 2 في كام، وال 54 2 في كام، وال 24 دي برضو لما ندخل لها النص هنشوف هتبقى كام في كام. فهمتوا؟ تمام يا بس تمام قلت لنا بس لما تلاقي أصغر جذر موجود بنعمل على أساسه. بس مش دايما، يعني لا مش دي تبقى دايما، حتة ايه؟ ماشي، ما دي اللي انا لسه كنت بقولها دلوقتي، بس يبقى هتبقى عندك 27 في قوة 2. ملاحظة. تمام تمام يا رودي، يبقى 27 في 2. ماشي، واللي بعدها دي سالب 3 جذر ناقص 2. ها، هتنزل ولا هنعمل فيها حاجة؟ سوري، بس هو احنا ليه كده 7؟ طب ما احنا مش ايوه كنا يا ممكن مس، كده نقول 27 مش هتنفع. ايوه مش هتنفع. التسعة في 6 بتديها ايوه 54. صح، عندك حق، صح. انا انا لسه دخلت برضه الجذر التربيعي في التكعيب، صح. لا هتبقى كام؟ شوفوا رقم تاني.
كام في تسعة كام؟ في يدينا ستة، 54 تسعة في ستة، بالظبط تسعة كده. في ستة. بالظبط صح. ها واللي اشمعنى بعده؟ بقى؟ عشان الجذر 9 هينفع نجيب لها الجذر التربيع، هتبقى ب3 اه تمام. ماشي. اما الستة ممكن بعد كده اهو تبقى 2 في 3 تمام. ماشي. هي المسألة هتبقى طويلة سنة بس حلوة، مجمعة كذا فكرة. يلا كملي يا رودي. سوري. هو عادي ندخل الثلاثة جوه ولا مش ينفع؟ لا نزليها زي ما هي اهي، يبقى سالب 3 جذر 2. ها يلا بقى اللي بعدها، سالب نص الجذر التربيعي ل 24. هتعملي ايه في ال 24؟ وخدي بالك احنا عاوزين نتخلص من النص اللي موجودة دي. ممكن نقول ال 24 دي كام في كام؟ الـ24 2 في 12 ماشي نشوف. 2 في 12 ماشي. نص جذر 2 في 12 ماشي. وبعدين بس ممكن نعملها يا مس 4 في مش ينفع 6. يا مس 4 في هو 6 الأحسن 4 في 6 صح؟ عشان خاطر ماشي اه عشان الأربعة هيطلع لها جذر 2 صح والستة، وهنا صح عندي الستة أصلا. برافو برافو. يبقى 4 في 6. وبعدين هنعمل ايه رودي؟ لازم نتخلص من النص صح؟ طيب في حاجة تقدري تطلعيها من هنا؟ تعالي نمشي في المسألة. طب من الأول دلوقتي احنا عندنا جذر 9 في 2، ها هنعمل ايه؟ لا مش فاهمة الحتة دي. جذر 9 في 2 هنوزع الجذر، فهتبقى جذر 9 في جذر 2. طيب بعد كده الجذر 9 ده بكام؟ الجذر التربيعي للـ9 بكام؟ ثلاثة. ب3. يعني ممكن أشيل الفيلم ده كله ونحط مكانه 3. تمام؟ تمام فهمتيها؟ شوية. ماشي، لو فهمتيها هتجاوب اللي بعدها. الجذر التربيعي ل6 في 9 برضه هتوزعي الجذر عليها، هتبقى ايه؟ ينفع نخليها 9 في 6؟ عادي تمام. هتبقى الضربة عملية إبدالية. 3 جذر 6. شكرا. طيب ودي هننزلها زي ما هي ماشي. طيب دي بقى، تمام. دي ال4 في 6 في حاجة تطلع؟ سوري. تبقى 2 جذر 6. طيب واحدة واحدة، احنا برضو هنوزع الجذر، هيبقى جذر 4 في جذر 6. طيب جذر تمام. 4 بكام؟ ب2. ب2. طيب الاتنين دي هتطلع بره، هتتضرب في النص. تمام. 2 في نص بكام؟ بواحد. ب1. طيب يبقى هنا هيبقى سالب، هيتبقى لنا الجذر ايه؟ 6. ست. كل فاهم الخطوة دي؟ اي بس احنا ندخل النص جوه الجذر يعني. لا احنا طلعنا الجذر 4 دي ب2، فطلعت اتضربت في النص. ايوه ضربتها في النص، بقيت الاثنين واحد. طارت صح؟ ماشي تمام يا رودي؟ ماشي يا تقى؟ تمام ماشي. نمسح السطر اللي فوق عشان نكمل. خلاص؟ يلا يا رودي كملي. ممكن ال 3 جذر 2 وسالب 3 جذر 2 يروحوا. تمام. دي هتروح مع دي، بقى لك ايه؟ 3 جذر 6 ناقص جذر 6. بكام؟
ثانية. بس انا حليتها مسة وطلعت معايا 2 جذر 6. ممتاز يا مازن، شاطر. يلا يا رودي، ثلاثة، ثلاث برتقانات، أخدنا منهم برتقانة، هيتفضل إيه؟ برتقالتي. بس يبقى 2 جذر 6. تمام يا رودي؟ ثاني، احنا ليه عملنا 2 جذر 6؟ أمال هنعملها إيه؟ عشان طرحنا مش التلاتة من تلاتة، ثواني 20، ثواني 20، من ثواني السالب 20. من الواحد بتاع الجذر آه، 6. دي 3 جذر 6 بالموجب، ودي ناقص جذر 6 أهو، يبقى دي 3 ناقص 1، هيتبقى لنا تمام 2 جذر 6. مفهوم؟ تمام ماشي، الكل فاهمها؟ تمام. هو التفكيك آه صعب يا مس، شوية. معلش، ده بقى حله إيه؟ نحل كتير، دي مهارة، لو حلينا كتير هنبقى 100 100. ماشي؟ تمام. خش بقى على الأعداد المرافقة. بيقول إذا كانت السين بس فكرة أنا كنت بقول لحضرتك يا ميس، أول مرة أعرف فكرة اللي هو نشيل الاتنين بره الجذر ونضيعها مع النص. حل كتير يا توتا عشان تبقى الأفكار كلها إيه أنت مجمعاها. أيوه، أيوه، أنا عارفة، قالولي كتير. لا والله أنا بأكد كلام حضرتك. ماشي، أما نشوف. اثبت أن السين والصاد مترافقان الأول، وبعد كده هقول لكم إيه قيمة الجذر. يلا يا بطوط، قولنا الصدمة ما يمسح، هو عايز يكمل يقول ايه؟ عشان حاسه ان هي تبقى كبيره. ما هي كبيرة فعلا، ايه المشكلة؟ قدها قدها ماشي، ودوب يشفين. احساسه ما بيخيبش ماشي في الرياضه. ماشي، يلا يا بطوط، كمان يا مس، يلا حبيبتي. اثبت ان السين وصاد مضادتان مترافقان. اه طيب، هو هي الأول هنا بيقول لو لك السين بجذر 5 زائد 2، والصاد بتساوي المعكوس الضربي للسين، يعني الصاد هتبقى يعني بإيه بطل؟ 1 على جذر 5 زائد 2. شكرا، يبقى 1 على جذر 5 زائد 2. طيب هنسيبها كده بطة. لا، نخلص من الجذر في المقام. يلا، هتضربي في ايه؟ جذر 5 على جذر 5. لا لا، اصحي بقى، دي جذر 5 زائد 2، يعني جذر زائد عدد صحيح، فلازم نضرب في المرافق ليه. المرافق ليه ده اخوه التوأم، شبهه بالظبط، بس الفرق الايه؟ الاشارة. ماشي يا تمام بطوط، يلا، يبقى تمام هتضربي في ايه؟ ايه، هضرب كده تبقى جذر 5 سالي ناقص 2 على جذر 5 ناقص 2. ماشي، يلا بعد كده بقى، بسط في بسط ومقام في مقام. تمام، البسط جذر 5 ناقص 2 في المقام، هتبقى جذر 5 بجذر 5 بخمسة سالب موجب بسالب، هتبقى 5 ناقص 4 5 ناقص 4 بكام؟ بواحد، يعني كده هيبقى أقدر القيمة أشيله؟ تبقى جذر 5 ناقص 2. أيوه آه هنشيلها، تبقى جذر 5 ناقص 2. طيب، يبقى أنت عندك أهو السين بجذر 5 زائد 2، والصاد بجذر 5 ناقص 2، يبقى هما إيه؟ مس أنا خلصت عددين أهو، طلعت مترافقين. معاك بجذر 5 ناقص 2 يا مس. بتقول إيه يا مازن؟ خلصت يا مس، وطلعت معاك بجذر 5 ناقص 2. تمام يا ميزو، شاطر. خلاص، بعد كده مدينا مقدار، عاوزين إيه؟ نجيب قيمته. ريموندا بقى، همسح الفيلم ده لمندة وهكتب لك ايه على النظافة. تمام. يبقى احنا هنا عندنا السين بجذر 5 زائد 2، والصاد جذر 5 ناقص 2. المقدار ايه اللي انا عاوزه؟ سين ناقص صاد على سين زائد صاد الكل تربيع. يلا تمام يا رورو، استني انت 20. اه يلا يا رورو، يلا رموندا. كنت بتكلم عن المايك مقفول. جذر 5 زائد 2 تمام،
ناقص جذر 5 زائد 2 ناقص، نفتح قوس ولا ناقص نحطه زي جذر، ما هو؟ لا نفتح قوس. ايوه تمام. على ايه؟ على جذر 5 زائد 2 زائد جذر 5 ناقص 2. وبعدين كل بقى تربيع. ماشي، سيبك من كل تربيع دلوقتي، نظفي لي المقدار دوت. أول حاجة هتبقى جذر 5 زائد 2، لأن السالب هتدخل عليهم، فهتبقى جذر 5 زائد 2. طب ما تفكيها، ما تفكيها، ما تفكيها، فكيها لي كده اهوت بالسالب. يلا مليني، هكتب ايه بالظبط؟ جذر 5 زائد 2 تمام. أقول السالب بقى، السالب هيدخل على الجذر، قصدي على المقدار، عادي. مليني. يبقى سالب ناقص جذر 5 زائد 2. برافو. على جذر 5 زائد 2 زائد جذر خمسة ها ناقص المقام. ماشي، في جذر حاجات ممكن تروح مع بعض ولا هنعمل ايه؟ أيوه هنودي في حاجات هتروح مع بعض؟ نعم مس لو سمحتي، هو دوري فأنا أجاوب، وبعدين يعني لو ما فيش حاجة أنا عارفاها يجاوبوا، لأنهم قاعدين يجاوبوا في الشات. هما بيوروني انا الاجابه يا رمون، ماشي، ما هي مش الإجابة انا أنا اللي اللي قلت صح هفهمها. ولا قلت غلط. ماشي، أنا المفروض هو دوري فأنا طب أجاوب. نركز في، بس لو تلاحظي يا رمون ده ان هما كلهم بيجاوبوا في الشات في كل الادوار، مش معاكي انت بس، فاهماني؟ ايوه ما انا عارفه، ما انا بتكلم بقى يكون دور حد ليه الشخص ما يتجاوبش، وبعدين هم لو في حاجه عايزين يعلقوا عليها يعلقوا، صح يا مس. لانه دوري. لان هي دي حصه مراجعه، انا عامله الحصه دي مراجعه، يعني الكل يجاوب يبعت لي في الشات. المفروض يا مس يبعتوها ايوه خاص، اقل مش شات معلقه. خاص بقى عشان انا ما اشوفش الاجابه. اه يا مس، خلاص تمام، مفيش مشكله، ابعتوها يا شباب على الخاص. تمام ماشي يا رموند، كملي يا حبيبتي. هيروح جذر 5 زائد 2 مع جذر 5 ناقص 2. ايه اللي هيروح طيب مع التاني؟ يعني المقدار هيروح مع مقدار جذر 5 ناقص 2 جذر 5 زائد 2. كله هيروح ولا في حاجة بس معينة اللي لا هتروح؟ حاجة، لا حاجة واحدة ايه هي؟ يعني، مثل الجذر اللي بالسالب هيروح مع الجذر اللي بموجب. انت بتتكلمي في اصل البسط، انا انا بتكلم في صححتها جذر المقام ده، 5، يبقى انا هكتبه زي ما هو. انا بتكلم في المقام ده. هتكتبي زي ما هو؟ ايوه ماشي. وبعدين السالب هيروح مع الموجب. تمام. هربعه بقى، هربع يبقى 2 زائد 2 الجذر بكام؟ ب4. والمقام؟ 2 جذر 5. تمام، يعني اللي تسالب 2 راحت مع الاثنين، هيتبقى 2 جذر 5. 2 ماشي، جذر خمسة طبعه في لي. كل 2 يبقى 4 على 5. 4 في 5، صح كده؟ ده قصدك؟ لا أنا جبت الناتج إنها 4 على 5. انت جبت الناتج. طب ممكن يعني واحدة واحدة عليا يا رموندا، تمام. نمشي خطوة خطوة. 4 تربيع البسط بقى، 4 تربيع هيبقى بكام؟ أربعة 4 تربيع. أربعة تربيع ب16. تمام. على انت دلوقتي ربعتي ال2 جذر 5 تربيع، صح؟ الاتنين ربعتها زميلكو، عشان بس تفهموا زميلكو عملت ايه. 2 تربيع ب4 في جذر 5 تربيع ب5. تمام. وبعد كده يا رموندا انت عملت ايه؟ وبعد كده هربع على الجذر بقى 5. انت ربعتي تحت، صح؟ أنا ربعت البسط. ربعتي البسط كده، وكده ربعتي المقام، صح؟ أيوه طيب في اختصار، أيوه هقسم على ال
دي هتبقى 16 على 10. أربعة، هقسم تمام، الأربعة يبقى فوق أنا أربعة وتحت مستحيل. خمسة. تمام، شكرا. يبقى زي 16 على 4 في 5. ال 16 على 4 فيها ال 4 ودي 5، يبقى 4 على 5. تمام، في حد عنده مشكلة فيها؟ هو مس دي ماشي. يعني لو هي طويلة بس سهلة. اه ناخد مسألة برضو على المرافق. الدور على مازن. نعم يا مس، ألف عاوزة ألف به يا مازن. حاضر يا مس، تمام يا مس. أكتب 5 ناقص جذر 3 في 5 زائد جذر 3، مس سوي ده ايه؟ عدد مرافق. إيه؟ ده عدد مرافق بالظبط. ماشي، فيساوي القانون يا مس بتاع مربع الحد الأول ناقص مربع الحد التاني هيبقى بكام؟ هيبقى ب25 يا مس ناقص 3. 5 ناقص 3. تمام، 25 ناقص 3 بكام؟ 25 ناقص 3 يا مس هتبقى ب22. ماشي. طيب نمسح ده. في حد حاسس ان هو العدد المرافق مش احسن حاجة؟ أنس طيب تعالي معايا بقى في دي. يبقى كده ايه، كل جاوب من اول واحد لاخر واحد. ألف تربيع زائد ب تربيع. يلا ألف تربيع، هنقول اللي هو 5 ناقص جذر 3 تربيع لكل تربيع. ماشي، 5 ناقص جذر 3 لكل تربيع بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، 10 ناقص 3. 10 مين بس؟ استني بس، ده قوس مرفوع لقوس 2، هتفكيه. نفكه. تمام، يبقى اه فكيه، يلا 10 ناقص برضو 10. 5 تربيع، 5 تربيع، 5 تربيع اه 5 تربيع بإيه؟ ب10، يبقى 25. 25. ها كملي. 25 و3 في آخر حاجة، ماشي، زائد 3. ها و2 في 5 جذر 3 تبقى 25. 2 اللي هو 2 في 5 جذر تمام تمام هيبقى بإيه؟ موجب ولا سالب؟ بسالب. تمام، 2 في 5 بكام؟ 2 في 5 ب25، 2 في 5 ب10 اه يبقى 10 ب3، جذر 3. جذر 10 جذر 3 ماشي، هيساوي كام؟ هيساوي لنا 25، هتنزل زي ما هي. ليه؟ ايه اللي هينزلها؟ ما عندي 25 وعندك 3، نقول 25 ناقص 3 ليه ناقص؟ زائد. انت مش شايفة قدامك التلاتة هتقف؟ ايوه يا مس، ما شايفة؟ انت ال 25 بعدها ناقص. لا، الناقص دي بتاعت دي، لكن التلاتة قدامها مين؟ موجب، يبقى 25 زائد 3 25 زائد 3 28، يبقى 28 ناقص 10 قص جذر الجذر. 3. تمام كده؟ انت كده جبت ايه؟ ألف تربيع، صح؟ صح. ماشي، اكتبها هنا بس قيمة الألف تربيع، 28 ناقص 10 جذر 3. ماشي، أنا عاوزة بقى ب تربيع، أمسح بس الجزء ده. الباء التربيع هتكون شبهها بس الفرق العلامة. يلا ماشي، هنقول 2 في 5 تربيع 25 تمام زائد 3 في الآخر تمام
تمام. وال25 ده هيكون بعدها واتنين في خمسة في جذر ثلاثة بالموجب، يعني كام؟ يعني 10 أس 3 جذر ثلاثة. 10 جذر 3، ها يعني بيساوي كام؟ 5 28 زائد تلاتة زائد 28 زائد 10 جذر ثلاثة. تمام. يبقى احنا هنا طلعنا قيمة الألف تربيع، اهي دي ألف تربيع، ودي الب تربيع، ها نجمعهم بقى على بعض ايوه هتبقى بإيه؟ هنقول ان ثانية احنا خلاص 8 ال28 هتروح مع 28 ليه؟ ليه؟ لان الاتنين موجب. الاتنين موجب فيروحوا مع بعض؟ لا لا طبعا، واحد طيب بالموجب واحد بالسالب دوت اللي يروحوا مع بعض. ماشي، يبقى السالب 10 جذر 3 هتروح مع الموجب 10 جذر 3. ماشي، يبقى دي هتروح مع دي. ماشي، ها هيبقى هيبقى ايه؟ 28 زائد 28 بكام؟ ب 56. بس كده، ب 56. لحد هنا في أي حاجة صعبة؟ لا يمس. في حد عنده مشكلة في أي حاجة؟ لا يمس. ماشي، هنزل لكم الورقة ديت على الجروب بتاع الواجب تحلوها لي. ماشي، دلوقتي ولا باجي؟ باجي يعني ليلة الامتحان، مش النهاردة ليلة الامتحان؟ بالليل باجي يعني. اه تمام؟ تمام. ماشي، ولو عوزتوا أي حاجة طبعا في أي وقت أنا معاكم. الليلة ليلة الرياضة، فأي حد يذاكر أي حاجة وتقف معاه